إذا أنت بتعاني من الشقيقة أو بتعرفي شخص بيعاني من الشقيقة، فعلى طول اعملي سيف لهذا الفيديو وارسلي للشخص المناسب عشان يدعي لك لأنه التخلص منها جد إنجاز. يا جماعة الشقيقة هي عبارة عن صداع مزمن عايش فيه طول الوقت. تعرفين يعني الواحد لما يصيب صداع عادي عم بتعب، فما بالك لما يكون صداع ومزمن وشقيقة. في ناس اللي عندهم الشقيقة قد يصير عندهم حساسية من الضوء وتصل لمرحلة يصير عندهم تقيؤ واستفراغ، فأنقذوا هدول الناس من هاي المشكلة. تمام؟ اجتمعت الفترة الماضية مع دكاترة استشارية باطنية متخصصين في استشارية الدماغ والأعصاب، وتكلمنا احنا وياهم عن الشقيقة كيف نتخلص منها من غير ما نوصل لموضوع الأدوية اللي قاعدة بس بسكن الألم وبرجع تاني يوم بعاني منه وبرجع ثالث يوم بعاني منه وما عالجت الموضوع. ووقتها توصلنا ان الشقيقة لها علاقة مترابطة في نوعية الاكل، كما انه لها علاقة وطيدة في مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين يعني عندي ارتفاع بهرمون الانسولين وعندي ارتفاع بالجلوكوز. هذا الارتفاع شو بيعمل؟ بيعمل عندي زيادة في التهاب الاوعية الدموية ويزيد التوتر فيها، يعني هو السبب اللي خلى عندي الشقيقة. طيب اذا الحل في الموضوع هذا انه احنا نغير من نمط الاكل ونتخلص من مقاومة الانسولين. وهنا اجى دور مين؟ برنامج في الجريت. برنامج في الجريت صدقا بيخلص الناس من مقاومة الأنسولين، صدقا بيخلص الناس بالشقيقة التابعة لمقاومة الأنسولين. برنامج في الجريت يا جماعة مرخص في 66 دولة، تعرف يعني هيئة الدواء والغذاء ومجموعة من الدكاترة والكوميتي تاعت الدكاترة والصيادلة في هيئة الدواء والغذاء في 66 دولة قاعدوا يشوفوا التركيبة ويتأكدوها ويتفحصوا المنتج، وبعدين أعطوا موافقة إنه هذا المنتج يحصل على الترخيص في هذه البلاد. 66 دولة حاصل عليها ترخيص هذا المنتج، 66 هيئة كوميتي من مجموعة كبيرة من الدكاترة أعطوا تصريح لهذا المنتج انباع على أرضها. هذا يدل على أن المنتج فعلا مطبق للمواصفات والمقاييس، فعلا أن المنتج طبيعي ما له أي أضرار، وفعلا منتج يساعد على ضبط الجلوكوز ويساعد الناس تتخلص بشكل نهائي من مقاومة الأنسولين من جذورها لما ينتظم باستعمال البرنامج بالطريقة الصح. عشان هيك بنصح وبكل قوة في برنامج في الجريت، غير انه هو حاصل على براءة اختراع، غير انه مدرج في مرجع الاطباء العالمي انه هو يعمل على ضبط الجلوكوز. بالاضافة التجربة خير برهان، انا شخصيا جربته، انا شخصيا بستعمله. منتج صحي يا جماعة، واللي بيحكي غير هيك احكي له يرجع يتواصل معنا.